دابا مزيان البنات، بلون دو ترافاي واضح. دابا هكا مزيان، هي هاديك بنات، هذا كان قادو في الاول احسن، واخا ربقتوني ما عرفتش. دابا اوكي ياك صافي، كناخذ هذا البنات كان قادو ياكو في هنايا 18 سنتيم. جيب هنا بلاتي نعاود نتاكد من العبارات، جيب فيه 18، هو هذا العبار، جيب فيه 18 في العرض، هذه كناخذ فيها 16 بحيث كي تنقص لي سنتيم من هنا وسنتيم من هنا. هذه كنستخدمها ككيد بالنسبه لي هكا اللي كيبغيو يفينيو الجياب، كنستخدمها ككيد بهذه الطريقه. هذه كنقلب الجيب هنا، غنجمع له الحاشيه ديالو هكا سنتيم ديال الخياطه، وندور عاوتاني ندور على الجيب كامل الا هنا الفوق، ملي كنخشيو يدينا كنديرو سنتيم ونص. كنجيب هادي هي اللي كتقيدني، هادي البنات راه كرطونه ديال لاسيك مخرجه منها هادي، وانا خدمتها دابا على قبلكم اللي باش تعرفوا كيفاش تخدموا الجيب بطريقه سهله وتفينيه ويجيكم قاد. اما انا عاده كنخدم بلا بها، كنحطها بحال هكا، كتاخذوا واحد الاطار هنا فيه 16 سنتيم وهنا شحال ما بغيتوا د العبار ماشي مشكل، وكنطلعوا بجوج سنتيم، يعني بحال هنايا كنطلع بجوج سنتيم من هنا وهنا كنطلع بجوج سنتيم بحال اللي درت في الفصاله البارح، وبنات جايه بجوج سنتيم وكنطراسي النص هنا وكنقطع بهكا، كتعطيني هاد النتيجه هادي. كيفاش كنخدم بها؟ كنخدم بها كنستعملها بحال هكا ككيد باش كتمشي ليا هاد النيه مقاده نيشان بهاد الطريقه هادي، شفتوا؟ هو الجيب دابا هكا صالح للتركاب، فهمتوا؟ دابا ها هو راه دايزه، ها هي على الحرف هنا دايزه هكا من الداخل، والثانيه كندوزها انا على برا، يعني هنا في الجيب كيبدا عندي كيبقى يبان جوج ديال لي باس، داير هكا بجوج د الخطرات. لاحظت انا لبلت بصح هذا الشيء اللي تندير، فهمتوا؟ بحال هكا غنجي دابا ناخذ الربع ديال الامام، ناخذ الربع ديال الامام بلاتي بعدا نصايبو هذا، نصايبو الغطا ديال الجيب، كندير الوجه على الوجه، داك السنتيم اللي دورته هنا هو اللي غنخيط غندور به هنايا، غندور به في الغطا ديال الجيب هاكا بهاد الطريقة. نخلي البرا منين تكون عندي شي دورة نخلي البرا لداخل في الماكينة، الثوب تكون مغروسة في الثوب عاد ندور. دابا البنات هذا غادي نجي هكا ونحدد هاد القنات بهاد الطريقة، ونقلب نمشي نعاود نخيط هذا من هنا،
غنقلب الغطا ديال الجيب هكا. شو غندوز نعاود فوق منه بنص سنتيم، غنخيط هنا على الحرف بنص سنتيم، يعني قياس الصباط. هانتوما البنات، ها الغطا ديال الجيب كيف كيجي، شفتو هنا الحروف ديالهم متراسين لي كوان. دونك هذا الجيب هنايا، انا نوريكم شنو غندير. غناخد دابا الجيب، غناخد الربع ديال الامام عفوا، وغنهبط من هنا، من هنا بعشرين سنتيم هاكا، بعشرين سنتيم خط مستقيم. هاد الكروات اللي في صغار راه هما تيعاونوني باش ناخد العبار نقاد. بهاد الطريقه غنطراسي 20 سنتيم. وغنجي البنات هنايا حدا التركيز، غادي نخليو 6 سنتيم حدا هنا، هذا الحرف هنا غنخليو 6 سنتيم ما بين الجلب والتركيز، وغادي نركب هذا هكا حيت هذا المثلث غيكون كيشوف الفوق. بهذه الطريقه هذا المثلث غيولي يشوف الفوق، وهنا حدا دوره التركيز غنخليو 6 سنتيم، وغادي نخيط قياس الصباط، نسد الخياطة بهذه الطريقة أو الزجاجية. غنجيب دابا الجيب وغنحطو هكا، وغنثبتو على الحرف. عشرين سنتيم قاعدة، قاعدة كتب طبيعة، وغنثبتو على الحرف. نخلي البرا ديالي لداخل، انظر خلي البراء عندي الداخل، انظر منين نوصل هنا للقنت غنهبط وغندير واحد الاكس في الجنب باش الثوب كان ثبتو مزيان. غنولي نجي هنا وغنقلب هذا بحال هكا، وغندوز عليه على الجيب من على هذا الفوق ديال الجيب، غندوز بواحد نص سنتيم ونثبت. غنفيني دابا الخيوط من تحت، ها هو الجيب.
هنا غادي نديرو العوينه ديال الصدفه هكا، الخدمه ديالو من هنا. يلا بديت اختي، اشعار خصك تفعلي الجرس عندك. انا جبت الثاني بنفس الطريقه، غندور هاد الحروفه بحال هكا ديال الجيب، ندور عاود هنايا يا الله. قلنا كندور بسنتيم سنتيم سنتيم، ولكن هنا الفوق كندير سنتيم اونز، هنا الفوق كندير سنتيم اونز. هنجيب غطا الجيب هكا، ندير الوجه على الوجه حتى هو، وغادي ندور نلاقيه بسنتيم. نجي لهاد القناة هكا ونكراني نحدد هاد لكوان، ونولي نقلب هكا ونولي نحدد الخياطة من الفوق بواحد نص سنتيم، يعني قياس الصباط. هالغطا ديال الجيب البنات، غنهبطو من راس الكتف بعشرين سنتيم هكا من طراسي، وهنا غنخلي المسافة ديال ستة سنتيم من جهة التركيز، ونركب هذا، نركب الغطا ديال الجيب بهاد الطريقة هادي هذا. نخلي بين التركيز وهنا 6 سنتيم، ونجيب نحدد الخياطة هنا ونمشي هكا. نجيب دابا البنات ونبدا نثبت على الحرف، نخلي البرا نوصل القنت، نخلي البرا لداخل.
هو جيب راكب. هكا وغنجي فوق منه وغنثبت بنص سنتيم. نثبت هذا بنص سنتيم. هجيب تاني هنا في الوسط كتجيني العوينة ديال الصدفة وهالفينيسيون من الداخل كيف كتجي. دابا غادي نجيب الظهر. دابا غناخد الربوعة ديال الامام وغادي نجيب الظهر ديال الخلف هكا. غادي نلاقي الكتاف ايوا هنا من تم لتم من الكتف لكتف. غاديش نقطع الخيط ودابا عاد نفك الجرة. تقدروا تثبتوا بالفنايل. انا حيتاش هذا دابا فيه الكاروات مساعدني فهمتي، فيه دوك الكاروات صغيورين كيبانوا الاسطور ديالو، يعني كتشدي العبا كتمشي مع السطر نيشان. هنا البنات بالنسبه لهاد الحاشيه ديال الصيف انتبهوا معايا، كنطوي 3 سنتيم. حنا قلنا خليت في الحاشيه 6 سنتيم، كنطويها هكا، كنطويها على لبرا ماشي على الداخل. شوفوا هانتوما كنطويها هنا وكنعاود الرد نص سنتيم، كنجيب 3 عندي هنا ونص سنتيم كنردو ليه بهاد الطريقة. وغنخيط حدي حد هاد البامبر. هانتوما قلبتها هنا على برا وعاود رديتها هكا على الداخل باش منين ندير ليها هكا كراني هنا قلبها هنا غتجيني بحال هكا والسورجي غادي يدور ليا لداخل. واضح؟ وغنجي وغنهبط عليها هكا كاملة بنفس الطريقة. كنطويو ديك 3 سنتيم وكندخلو السورجي من الداخل وعاد كندوزو. هكا وكنولي نقلب هكا. الجهه ديال اليمين ديتها من الفوق وديال اليسار غنطلع بها من تحت حيت ما كنعرفش نخدم العكس، ما كنعرفش نخدم باليسريه، ديما الخدمه تكون عندي جهه اليمين. شكون لك حالي شو الباندا كتكون غادا عندي مسرحه لاختي، ما كنديرش الفيزلين توب غليظ واقف موقف راسو، نديرو الفيزلين توب رقيق.
ما التوب راه موقف راسو. ديرو فيز لي شي توب رقيق ولا هكا، الا كانت عندي شي شوميز بلولا ولا هذا غليظ ومطوي على زوج، اشنو غادي غادي هادو مش غير يفيدك الفيزو، كنوقفو بيه توب رقيق الفيزو. شو ها نتوما الخدمة هنا كتكون غدا عندي مسرحة، كنعرفش لاصا كنخلطها جيت ليمن ديما الهبطه ديال ليمن كنهبطها من الفوق وطلعت وليصا كانت مجايه من تحت. دابا عاد غنجي لهنا الفوق وغادي ندير ديك الدوره اللي درت في الجهه الاخرى، غنهبط هانتوما غندور الثوب هكا على برا ونعاود نطوي هكا على الداخل ونخيط، غندوز نثبت هاد الطيه هكا بالماكينه باش منين نقلبها هكا جيني بهاد الطريقة. وهنا هادشي اللي داير ليا هكا غنكراني هنا حيت انا غنركب الكول، وعاد دابا غادي نكمل هاديك الطية اللي بديت غنكملها بهاد الطريقة. وهذا هو الأمام البنات، راسكم تزعزع التليفون مشى وجا. دابا البنات غناخد الكول، ها هو هذا ياك، تعبوا معايا البنات.